من 400 جرام لحمة مفرومة. والله الكمية دي مش مكملة نص كيلو خالص. زودنا الموضوع بإيه؟ زودته بحباية من الفلفل الأخضر، وحباية من الفلفل الأحمر، وحباية من الفلفل الأصفر، شوية جزر، وشوية بصل لو عندك. مش لازم تحطي كل المقادير دي، معلقة من بهارات اللحمة، معلقة صغيرة من الكمون، وملح وفلفل أسود، وبإيدك كده اعجني كل الكلام ده. مش قادرة أقولك الريحة هتطلع معاكي عاملة إزاي، مفيدة ومغذية وطعمها حلو وجميلة. وما احتجتش إن أنا أستخدم كمية لحمة مفرومة كبيرة، لأن أنا قلت لكم اللحمة المفرومة لما مش بيتحط لها إضافات بتتعمل صرف لوحدها كده، مش بتدي قوي الحقيقة. طب أنا دلوقتي عندي كمية، عندي ناس يعني، وعايزة أعمل كمية، اعملي الطريقة دي صدقيني ريحتها حلوة قوي.